اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من امراه من الصعيد الجواني. حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن يمكن وجود اكتر من شق للعمل للسيده لما يكون في مجال زي مجال التربيه والتعليم، بيبقى برضو ده مجال ليه متطلباته، ايضا العمل العام في سواء الجمعيات او المجالس او المؤسسات المختلفه ده برضو ليه متطلباته، البيت والاولاد والحياه الزوجيه ليها متطلباتها، امور كتيره الست بتقدر تعدي بيها وتعدي منها، بس المهم ان هي تعدي بنجاح. النهارده تابعونا مع نموذج من نماذج السيدات الفضليات في محافظه الاقصر، الاستاذه فاطمه عبادي مدير مدرسه الشهداء بمدينه ارمنت، ويعني العديد من المناصب الاخرى هنعرفها من خلال متابعتكم لحلقه النهارده. تابعونا وكونوا معنا. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية معانا زي ما قلت في البدايه استاذه فاطمه. اهلا بيك استاذه فاطمه، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا 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 بيك، الله يخليك. النهارده بنتكلم على يعني من البدايه استاذه فاطمه، انا دايما بحب اعرف يعني السيده كانت بدايتها سلسه ولا صعبه، يعني تخرج عادي وعمل وزواج، ولا الدنيا كانت ماشيه معاكي ازاي؟ هنرجع بالزمن بقى لورا علشان نوصل لنقطه اليوم والعمل اللي بتقومي بيه حضرتك النهارده. لا، هو انا كانت البدايه صعبه معايا، كان موضوع ان انا اكمل تعليمي ده كان شبه مستحيل اصلا. فلكن انا كان عندي اصرار ان انا لازم اكمل. طب البيت الاسره كانت معترضه؟ يعني البيت والزواج، يعني الزواج المبكر. اتجوزتي قبل ما تكملي؟ لا، هم كانوا طالبين الزواج المبكر فانا كنت رافضه بامانه، قلت لا لازم اكمل تعليمي الاول، يعني ايه اكمل التعليم الاول، واصريت فعلا. فكان يعني يمكن كان معايا موقف، كان الفاصل هو نتيجه الثانويه العامه. قبل نتيجه الثانويه العامه اخذت يومين، انا مش عارفه انام، يعني منتظره حاسه ان النتيجه دي هي يعني قضى عليها حياتك، حياتي كلها. ففعلا الحمد لله، وبرده كان ساعتها برده يمكن تحدد لي يعني بالظبط ان انا ما بعدش عن جنة. يعني لو هتروحي يبقى ما فيش كليه ابعد من جنة، وفي اساسا يعني وتفضلوا بالموافقه يبقى اقصاها حدود المحافظه، يعني هي جنة بس. ففعلا برضو تقدمت كليه تربيه جنة قسم اللغه الانجليزيه، والحمد لله خلصت وكده. وبعد ما يعني انهيت الدراسه بتاعتي تزوجت، بس كان برضو هدفي لا مش كفايه يعني الكليه وبس، ان انا احصل على الليسانس وخلاص. فاصريت برضو ان انا اكمل. ففعلا يعني بعد طبعا بسبب الاولاد وكده توقفت فتره، لكن في 2012 اخذت دبلومه مهنيه، وبعديها اخذت الدبلومه الخاصه، وكنت مصره برضو ان انا لازم اكمل ان انا اخذ الماجستير. والحمد لله برضو اخذت ماجستير في الصحه النفسيه، وبعد كده برضو يعني بدات في مجال ان انا ادخل مجال التدريب، اخذت مدرب عام تربوي ودخلت في مجال تدريب رياده الاعمال والتثقيف المالي تبع المجلس القومي للمراه، اخذت برضو عضويه المجلس القومي للمراه، وبدات ادخل في المجال العمل الانساني والخيري والتوعوي يعني والتنميه وكده. فبدانا برضو نطلع ونعرف مشاكل سيدات، وكنت بشوف فعلا ستات بتكافح فعلا، يعني ستات يعني بتعاند مع الحياة عشان توصل وكده، ونماذج كتير تعتبر مشرفة يعني داخل الصعيد. بعد كده بدأت عشان أستمر يعني في العمل التنموي وكده، أسست مؤسسة للتنمية
ومن خلالها فعلا أنا يعني بحاول أوفر تدريبات وندوات للسيدات في مجال المرأة وتمكين المرأة. ففعلا يعني أنا لما كنت بتعامل مع الستات وبتكلم معهم بلاقيهم عندهم الاستعداد، يعني الست الصعيدية فعلا بلاقي عندها الاستعداد ان هي تشتغل وتساعد وتشارك مع الزوج وفي الأسرة، وان هي عايزة أولادها. طبعا واحدة تقول لي أنا فعلا نفسي أشتغل وعايزة أشتغل، أقولها طب أنت عايزة تشتغل ليه؟ تقول لي عشان عايزة أوفر حياة أفضل لأولادي، أفضل من الحياة اللي أنا عايشاها. أنا عايزة أولادي يعيشوا في مستوى أفضل من اللي أنا فيه. أنا مش مشكلة أن أنا أتعب، مش مشكلة أن أنا وقتي يبقى كل وقتي مشغول، إنما المشكلة عندي أن أنا فعلا عايزة أوفر حياة يعني أفضل للأولاد. يعني كنت يعني دايما أنا حتة إدارة الوقت عندي الحمد لله، يعني أخدت دورات تدريبية كتير في أن أنا إزاي أدير الوقت بتاعي. فكنت بواجه حاجة ناس كتير تقول لي يعني أنت أكتر من حاجة مشغولة فيها، إزاي أنت دايما أقول لهم لا أنا بعرف أدير الوقت إزاي، كل حاجة لها وقتها. يعني تلاقيني في توقيتي ده أنا مشغولة بحاجة واحدة بس هي اللي بنجز فيها، فترة التدريب أنا فعلا ببقى مركزة في التدريب، فترة الدراسة أبقى مركزة في الدراسة. يعني كل حاجة لها وقتها، وقت التدريب تدريب، وقت البيت بيت، وقت العمل عمل. يمكن هو الجانب اللي يتأثر سلبي هي ممكن تبقى الزيارات، يعني الزيارات العائلية والحفلات وكده، دي اللي يمكن قد يكون أنا لا يعني بحد منها أو يبقى يعني مشغولة عنها شوية. الاجتماعيات يعني. الاجتماعيات يعني بيبقى الضرورة بس هي اللي بتخلينا أن أنا أروح لو احتفالية أو كده. أستاذة فاطمة، يمكن حضرتك يعني اتكلمتي عن كذا محطة في حياة حضرتك، أو يعني بداية من إصرارك على تكملة تعليمك وبعدين العمل والزواج، والأول الزواج وبعدين العمل ولا العكس؟ هو يعني إحنا تربية طبعا كان تكليف. يعني أنت تشتغلي على طول مباشرة، دوبك تطلع النتيجة شهر تلاقي جواب جواب التعيين. فكان لا، الشغل كان قبل الزواج، ويمكن دي كانت يمكن حتى كانت أنا كنت برضو مصرة عليها إن هو ياخدني وأنا عاملة عشان يبقى عارف إن أنا واخدني موظفة. يعني ما فيش قولت إن أنا لا مثلا أنت هتقعدي في البيت أو هتسيب الشغل إلا لو كان في تفاهم أو في ضرورة لده. يعني أنا ما كانش عندي مانع إن أنا أسيب الشغل أو إن أنا أقعد في البيت لو أنا حاسة إن أنا فعلا مش قادرة أدي في شغلي وفي أعمل. لكن الحمد لله برضو هو كان متفاهم، وكان لا كان عارف إني يعني الست الموظفة ليها دورها طالما هي بتأدي عملها يعني في البيت كويس. تقبل بقى الواقع، يعني أنت بتتكلمي ده في الصعيد عندنا لغاية وقت قريب كان برضو في معاناة، من الأول في إقناع مثلا أهلك وبعدين إقناع مثلا المحيطين بدورك المهم برا البيت. فأنت شايفة أن الواقع ده بدأ يتغير أستاذة فاطمة؟ يعني الدنيا بقت أسهل على البنات اليومين دول مثلا؟ لا كتير طبعا كتير. يعني أنا يمكن كانوا أهلي رافضين شغلي برضو زي ما هم كانوا رافضين التعليم، كانوا رافضين. يمكن انا اللي يعني زوجي هو اللي كان متقبل ان انا اكون موظفه، لكن لا بالعكس كانوا دايما انت تعبه نفسك ليه؟ طب انت ليه بتجهدي نفسك؟ طب ما يعني بلاش الشغل وريحي، انت مش محتاجه. فكنت اقول لهم لا، انا الشغل بالنسبه لي مش فلوس وبس. يعني حتى لو كان في بدايه شغلي انا كنت محتاجه للمرتب في بدايه حياتي، فانا حاليا مش محتاجه لكن مصره على الشغل اكتر. ليه؟ لان انا لاقيه نفسي في الشغل.
بصراحه انا هم بقى انا عايز اعرف الناس دي اللي بتبقى كان فكرها كده فكرها حاليا اتغير. يعني انا اللي استغربت له ان هم في بناتهم لا يعني بداوا في بناتهم عايزين يشغلوهم ويلاقوا لهم شغل وكده، لان الحياه نفسها اختلفت. الحياه هي اللي اختلفت، الحياه اللي اختلفت مش هم. غيرت الافكار بتاعتهم، غيرت الافكار وبدا يعني يمكن على ايامنا برضو كان الشغل ما هوش يمكن متوفر بالسهوله دي، يمكن وسائل المواصلات كانت برضو صعبه، يعني الاماكن كانت بعيدة وكده، فده كان برضو ما يشجعش. إنما دلوقتي يعني ممكن الشغل بيبقى أونلاين، ممكن أنت بتشتغلي من خلال من البيت وكده، فلا لا الأفكار اتغيرت كتير. يعني العمل كانت معترضة، لا حاليا ممكن تكون هي مشجعة للعمل المرأة. فإحنا لو كلمنا على يعني التوفيق في البداية بين عملك في التربية والتعليم وبين أسرتك وأولادك، أكيد في أولاد ربنا كرمك وكلام من ده، ان انت تبقي حريصه على دورك كأم ودورك. لا هو انا مربيه يعني شنكر ان هو كان ساعد معايا يعني في تربيه الاولاد، لا كان دور اساسي مساعدته هو الزوج، يعني ان احنا يعني يمكن شبه كنا منغلقين، يعني احنا لوحدينا بس في البيت، فكنا مكتفين بنفسنا، فلا كان هو يعني يمكن لو ما كانش بيساعد معايا، لان كمان المشكله ما كانش في حضانات. يعني أنا اللي عانيت منها أني أنا ما كانش فيه حضانات للرضع زي حاليا أو كده، أو متوفر الحضانة، فكانت صعب أن أنا أشتغل لو ما كانش هو هيساعد معي. في التربية والتعليم برضو بيتطلب يعني مهارات خاصة، أو يعني أن أنت تكوني بتعرفي يعني تمسكي زي ما بيقولوا زمام الأمور، يعني المراحل اللي بتتعاملي معها أستاذة فاطمة حاليا مثلا في كمديرة مدرسة من الابتدائي أو من الكيجي للثانوي، كل المراحل بتعدي عليكي، انضباط الأمور، انضباط الأمور داخل المدرسة مع المدرسين، مع أكيد ده موضوع برضو إدارة يعني كيان كامل، شيء مش سهل يعني. لا هو مش سهل، هو التعامل مع البشر والأنواع المختلفة من البشر ده طبيعي إن هو شيء مش سهل، لكن احنا كنا بنتعامل مع الناس من منطلق يعني أنا يمكن شغل كله في حزم وفي عدل في نفس الوقت، يعني ما هوش الحزم أو القسوة الصارخة، لا احنا في عدل، فالناس لما بتشوفك أنت بتتعاملي بالحزم وبيبقى في عدل في الأمور، لا الكل بيتعاون معك، يعني دايما الكل بيتعاون معك. بعد كده يمكن أنا اللي خلاني لجأت للمجال التوعوي والتثقيفي هو مجالي في التربية والتعليم، حسيت أن أولياء الأمور نفسهم اللي أبنائهم عندي دول محتاجين كتير يفهموه، يعني أولياء الأمور نفسهم. أنا لما من تعاملي مع الطلبة كنت بحس لا أنا بتعامل برضو مع أولياء أمور، من ولي امر هو اللي بيجي بيتعامل معايا، محتاجه تفهميه حاجه معينه. فحسيت ان الناس دي فعلا محتاجه لتوعيه، احنا عشان ننهض بالتعليم وعشان نوصل لمستوى افضل في التعليم، لا ولي الامر نفسه اللي محتاج توعيه. طب بيتقبلوا بقى منك استاذه فاطمه يعني بتعملي لهم اجتماعات وندوات تثقيفيه مثلا في ايه، في امور معينه، وهل بيتقبلوا الكلام ده ولا لا؟ لا هم بيتقبلوا حتى لو في لقاءات خاصه، يعني انا لما بيجي لي، يعني انا لما كنت بدرب في رياده الاعمال، فكانت السيدات كنت بفهمها ازاي هي ممكن تذاكر لابنها، ازاي تتابع ابنها في المدرسه، لا كانوا بيتقبلوا جدا، كانوا هم اساسا من البدايه، يعني في واحده بتقول لي انا ابني مش بيتقبل مني حاجه، لما بدات افهمها ازاي تتعامل معاه وان هي بتتعامل معاه بشكل خاطئ وده اللي مخليه مش متقبل منها، فلا هي في اخر اليوم فعلا كانت بتشكرني بتقول لي انا فعلا لا يعني مفهومي للتعامل مع ابني وان انا ازاي اشرح له وافهمه وكده لا اتغير، وانا هجرب الكلام ده وهتسأل فعلا، قالت لي انا جربت الكلام ده وفعلا يعني ايه لا
لقيت رد فعل أفضل بكتير وإيجابية من الولد في التعامل معها أفضل من الأسلوب الأول اللي هي كانت بتتعامل به. معنى كده كلام حضرتك أستاذة فاطمة أنك أنت بتركزي يعني سواء في مجالات عملك الوظيفية أو العمل العام أو التطوعي على مفهوم التوعية، أن أنت بتعتمدي عليه التوعية والتثقيف اللي أنت بتتعاملي معهم. هو فعلا لاننا اللي ملاحظاه ان الناس محتاجه، يعني احنا مجالات كتيره الناس لا تعرف ما بتعرفش عنها حاجه، الناس محتاجه لتوعيه وتثقيف. انا عشان اطلب منه شيء لازم اكون انا اديت له المعلومه دي عن الحاجه دي عشان اطلب منه، ولي الامر لازم يعرف ايه اللي ازاي يتعامل مع ابنه بطريقه ايجابيه عشان يبقى عندي كويس، لازم يعرف سلوك ابنه ده يتعدل ازاي وهو كده. فانا من خلال التوعيه والتثقيف احنا هنبني المجتمع، لكن الناس لو عندها جهل بالامور وغير مدركة لها يبقى هتتعامل ازاي بشكل ايجابي وهتكون ازاي هي ايجابية بالنسبة للمجتمع اللي حواليها. كمان الجميل من خلال شغل حضرتك مع المجلس القومي للمرأة والتعامل مع فئات عديدة خاصة بالسيدات وعرفتي أكيد متطلباتهم إيه وإيه اللي هم محتاجينه في الواقع المعيشي بتاعهم، فنقدر نقول إزاي بتزللي العقبات أمامهم، إزاي بتدعميهم، إزاي بتخلي الست أقوى من خلال بقى دورات تدريبية من خلال تعاملك معهم. يعني هو أنا دايما يعني بفهم إن الست تقدر تعمل كل حاجة وبديهم مثال، دي الأساس بتحاولي إن دي ترسخيها. يعني أنا دايما بديهم إيه مثال، يعني مثال لناس كتيرة أنا وغيري وغيري، كل الناس دي نجحت إزاي، ما أنت زيي وممكن تكوني أفضل مني، فهم كانوا بيتقبلوا يعني بيتقبل ده، يعني لما بتيجي تقول لهم لا انت تقدر تعملي وتعملي وتعملي فكانت بتتقبل ده. يعني انا ناس كتير فعلا قدرت اثر فيهم واغيرهم وبداوا مشاريع ونجحوا، يعني ناس كتير، يعني ناس كتير كنت دايما انا يعني ايه ببقى معاهم عشان هم يتغيروا ويعملوا مشاريع ويبداوا حياتهم، ففعلا بداوا ونجحوا كنت ببقى مبسوطه جدا. برضو حضرتك انك تكوني بتجهزي او مسؤوله عن بعض الفعاليات المهمه جدا اللي محتاجينها النهارده زي فعاليه اليوم الخاصه بالتوعيه البيئيه، لو حابه تكلميني عن هذا. هو النهارده احنا بنحتفل باليوم العالمي للبيئه على مستوى الجمهوريه، الاحتفاليه يعني على مستوى الجمهوريه جميع المحافظات بتحتفل في نفس التوقيت، وده يعتبر الحدث الاول من نوعه في مصر ان فعاليه تحصل يعني تحدث في جميع المحافظات في نفس التوقيت. وكان اليوم عن اضرار البلاستيك، وفعلا كان معانا مجموعه كبيره حضرتك شفتي من الحاضرين وتكلمنا عن اضرار البلاستيك، كيفية إعادة تدوير واستخدام الجيد للبلاستيك. كانت معنا وزارة الصحة برضو تكلمت عن الأضرار الصحية للاستخدام السيء للبلاستيك، ومن خلال اليوم أطلقنا شهادات الكربون اللي هي هتقوم بها جمعية عين البيئة على مستوى الجمهورية الفترة القادمة لمدة 4 شهور. هي عين الكربون هي خاصة شهادات البصمة الكربونية، عين البيئة أطلقت فاعلية اللي هي مبادرة شهادة البصمة الكربونية، هيتم تدريب وتوعية وتثقيف لفئات المجتمع كلها على البصمة الكربونية والتقليل من الانبعاثات الكربونية اللي هي الضارة بالمناخ. تجاوب من الحاضرين حسيتي ان لا الناس عايزه تعرف معلومات اكتر، هيبقى في تجاوب لخوض التجربه في الفتره اللي جايه؟ لا هو انا في تجاوب لان الموضوع يعني كبير مش سهل، والناس حاسه بيه، يعني احنا حاسين بالتغيرات، الناس حاسه بالتلوث، عشان كده الناس حاسه ان الموضوع ملمس، موضوع البيئه ده بيأثر في كل شخص، ما اصبحش رفاهيه زي الاول. يعني الناس كلها عايزه تعرف ايه ازاي تقي نفسها
وازاي يكون عندها زي ما بنقول وقايه خير من العلاج، ازاي انا اقي نفسي من الاضرار دي قبل ما انا ايه قبل ما انا اصاب بيها او بعد التصرفات البسيطه. كانوا متجاوبين فعلا للمعلومه نفسها، لان كان في معلومه داخل اليوم. يمكن هو لما بيكون في اهتمام من الدولة ومن المؤسسات المختلفة ومن الرواد في العمل العام، ده بيحسس الناس او الجمهور ان لا ده الموضوع كبير، يعني الموضوع كبير في اكتر من جهة بتتبنى. ايوه طبعا طبعا، ده الموضوع ده على مستوى الجمهورية، ده على مستوى العالم اساسا، ده يوم عالمي، يعني الموضوع الاهتمام بيه على مستوى العالم، مش داخل المحافظة بس. كل التوفيق استاذة فاطمة، يعني دايما يا رب نشوفك ان شاء الله في نجاحات مستمرة، وتكون يعني قد المسؤوليات اللي بتكون معاكي، وتكوني موفقة فيها بإذن الله. شكرا شكرا. يمكن مشاهدينا زي ما شفنا دايما بنحب نقدم نماذج مختلفة من السيدات العاملات، علشان نقول ان ممكن العمل مش بيقلل من كفاءة الست في البيت، مش بيقلل من مجهودها في امور تانية، ان ممكن بالتوازن. ويمكن استاذة فاطمة في بداية اللقاء كانت قالت لنا على يعني حاجة مهمة جدا ساعدتها في النجاح، وهي كيفية ادارة الوقت، وده اللي ساعدها في ان هي تنجز اكثر من مهام في وقت واحد. بنشوفكم دايما مع نماذج رائعه ويعني جيده في مجتمعنا في امراه من الصعيد الجواني.